كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، صرح تعليمي يرفد مؤسساتنا بقادة المستقبل، مع برامج تعليمية مبتكرة لتمكين الطلبة من قيادة التغيير ومواجهة التحديات. طلبتنا قدموا أطروحات ساهمت في تطوير أداء مؤسساتهم. عبد الله العوضي حسنت رسالته المهام الوظيفية في الهيئة، وقدم مجموعة من الأفكار حول إدارة ابتكار السيارات ذاتية القيادة كتقنيات وتشريعات في القطاع الحكومي. إسراء الأميري نالت جائزة الشيخ حصة سالم الصباح للريادة التربوية، وطبقت من خلال مشروعها برنامج الذكاء الاصطناعي صديق الروبوت في العملية التعليمية، ونالت شهادة شكر في عدة ملتقيات ريادية. سعيد الكتبي نشر في دائرته مفهوم الحكومة الرشيقة من خلال عقد عدة دورات متخصصة بالحوكمة والقيادة والابتكار واستشراف المستقبل، وحصل على الجائزة الذهبية ضمن فئة جوائز الابتكار على المستوى العالمي. فاطمة الحمادي قدمت دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم للبحث في إيرث إكسبو من خلال منظور مختلف، معارض إكسبو التي أقيمت حول العالم. سعادة محمد عيسى الكشف سلط الضوء من خلال أطروحته على الصناعات المحلية، مشجعاً على التنافسية في الأسواق الدولية بما يتماشى مع توجهات الدولة لإطلاق برنامج التحول التكنولوجي لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بالتزامن مع ارتفاع صادرات أم القوين بنسبة 95%. أمل الحليان قدمت دراسة ملهمة كان لها أثر إيجابي على التشريعات الخاصة بحماية الطفل. جهود طلبتنا وطموحاتهم هي شعلة تنير مستقبل الإمارات وترسم ملامح التميز والابتكار في مؤسساتنا وصولا بها إلى القمة.